سي ولد علي، كيفاش الجزائري مدرب المنتخب الفلسطيني الاول بعدها كيفاش كانت ربما يومياتك في فلسطين هذا البلد الحبيب اللي تعرض الى دمار ولسرقه ان صح التعبير، كيفاش كانت يومياتك، كيفاش كان تعاملك مع تعامل الفلسطينيين معك كجزائري، هم كذلك يحبون الجزائر بواحد الطريقه كبيره. دونك شي باسي 8 سنين في حياتي، يعني 8 عام يعني مع الفلسطينيين، يعني سكي مو روتيان في هاد ليكسبيريونس سي كيما نقول لك ال سوفرون سيلونس، تسمى اي سون ليفري او ميم، تلقى كاع اون فواياج دون دي بيي وين تلقاهم وحدهم يسوفتو اي دوموند با اي دوموند ريان دي تو، سي سا سي سا كيما اللي خلاني نقعد معاهم، سادير صادير جلي دي بون. وعلاش راحت سي مومون دوني يفالي كيتي، دونك جالي اونتامي ما سيتيام اني، دونك ا مومون دوني جافي ما فامي اون بريوريتي، هادو صادير سي ناس ما تحش باللي سي ان بوبل كي سوفرون سيلونس، دونك سي سي سا كي ما في اللي قعدت معاهم. يعني دونك كونسيرنون لو كوتي سبورتيف، دونك اون طونك كوتش جو مي ميتي ا ليكار بعد كاع لي، لكن صعب شيخ تشوف شعب يتعذب، تشوف شعب يتعذب وسلبوا له حقه. نتكلموا هكذا عنده كرامه وعنده نيف، سي فغي، ويذكرنا ربما كما قال لك نور الدين ما يشكيش، ما يشكيش، هذه الصفه اللي عندنا الجزائر ربما المشتركه بين الجزائر وفلسطين. ما نظنش كاين بلد في العالم وشعب في العالم يحب الجزائر كما يحبوا الفلسطينيين. سي فغي، وهذا الشيء اللي حبيت نحكي عليه، مستحيل، مستحيل، متبادل، شعور متبادل.